الشعب المصري بخير وسعادة يا رب. الله يخليك. احنا بنتكلم دلوقتي على انه الاسعار انفلتت بعد زيادة اسعار الوقود والطاقة، وانفلتت دون حساب. دور الجهاز بقى في هذه الفترة تحديدا في الرقابة على الاسواق وحماية المستهلك. لا يا فندم، منذ اللحظة الاولى في اتخاذ الاجراءات، اجراءات الاصلاح الاقتصادية اللي بتتخذها الدولة خلال الفترة الأخيرة اللي كان يجب أن تتخذ من الفترة، كانت ممكن تبقى أوفر على الشعب المصري، أكيد الإصلاح الاقتصادي. منذ بدء الإجراءات وأجهزة الدولة كلها بتعمل في إطار متوازن، إطار تنسيقي بين كل جهاز حماية المستهلك فقط. جهاز حماية المستهلك بيعمل تحت مظلة الدولة، تحت مظلة مع كل مؤسسات الدولة. مجرد الإجراءات للإصلاح الاقتصادي ما اتخذت، تم التنسيق بين كافة الأجهزة لاتخاذ كل ما يلزم لضبط الأسواق. كل الأجهزة كانت في الشوارع، في محطات النقل الركاب، في محطات الوقود، في الأسواق التجارية، إجراءات بتتم، إجراءات رقابية على المستوى العام لضبط الأسواق. بس هل انضبطت الأسواق يا سيادة اللواء؟ هل فعلا انضبطت الأسواق؟ احنا مش هنبقى 100%، احنا مش ملايكة، لكن اكيد في ناس بتبقى خارجة عن القانون، والقانون بيطبق عليها بكل دقة. التاجر اللي بيستغل هذه الاجراءات لمقرب شخصي بيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده. اجراءات لابد ان يضع التاجر والموزع والمنتج ومقدم الخدمة، يضع امامه وامام نظره المواطن المصري واحتياج المواطن المصري وقيمته. ما يستغلش هذه الاجراءات لتحقيق جشع خاص بيه، ان هو يزود حقته الماليه على حساب المواطن. لو حكمنا الضمير وحكمنا القيم المجتمع اللي احنا فيها، اكيد المستهلك المواطن نفسه المستهلك هيبقى حريص ان هو يستهلك استهلاك عادل، ما يديش فرصه للتاجر الجشع. هو لو انا استهلكت استهلاك عادل واشتريت قدر احتياجتي والحاجه اللي انا محتاجها بالظبط، انا هجبر التاجر ان هو يلتزم. لكن لو اتلقى تكالب على السلعه صحيح وكل الناس بتتكالب عليها، اكيد يا اما هيزود السعر يا اما هيحجب. بس انا مش عايز نيجي على المواطن، يعني كل حاجه الوطن الصلاح حاله ضعيفه. احنا كلنا وكل اجهزه الدوله بتعمل كلها، وجهاز حمايه المشترك ده موجود عشان خاطر المواطن المصري. صحيح، ما قلت انا قبل كده احنا وكلاء عن المواطن المصري، وموجودين عشان اي شكوى اي اجحاف من ناحيه التاجر او المنتج او مقدم السلعه الدولة ستقف له بالمرصاد في إطار القانون. طب أنتوا حركتوا كم محضر أو كم مخالفة تمت لحد وقتنا هذا من ساعة تحريك أسعار الوقود في مصر؟ مش أنا جهة تحرير المحاضر فقط يا فندم، كل أجهزة الدولة، الجهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين ومديريات التموين على مستوى الجمهورية والأجهزة الرقابية الأخرى، كل الأجهزة بتعمل في تنسيق وبتتخذ إجراءات غير عادية لضبط الاسواق. طب كم شكوى جات لك بس يا سياده اللواء؟ انت جهاز حمايه المستهلك وعندك ضبطيه وعندك اجراءاتك وعندك صلاحياتك، انت ومحاضر الضبطيه القضائيه عندك متوفر لك انت بقى من خلال الجهاز. كلمني وانا في الشارع دلوقتي، انا ما عنديش احصائيه عشان اقول لحضرتك وانا في الشارع. انا ما عنديش احصائيه حالا عشان اقول لحضرتك في الشارع. يعني لو كنت محتاج احصائيه حضرتك تتواصل معايا بكره اجيب لحضرتك احصائيه بكل الاجراءات اللي تمت على مستوى سواء ضبط سائقين مخالفين لتعريفة الركوب. طيب انا عرفت ان في مع اجهزة المرور ضبط حد في احتكار سلع، ضبط حد بيخالف شروط والمواصفات السلع اللي موجوده او فيها غش او تجنيس او خلافه، كل الاجراءات الدوله كلها بتقوم بها على المستوى الجمهوريه في تناسق تام بيننا وبين كل الاجهزه. طب الاجتماع الاخراني اللي انتوا قعدتوا فيه مع التجار يا سياده اللواء، علمت ان انتوا قعدتوا مع بعض التجار المسؤولين في غرفه القاهره التجاريه للتعاون والتنسيق بينكم في حمايه المستهلك وضبط السوق، يعني ما الذي جرى في هذا الاجتماع وماذا اسفر عن هذا الاجتماع؟ يعني احنا يا فندم بندرس الاجتماعات دي اجتماعات تنسيقيه، بندرس ايه هي الاليات. احنا محتاجين مع بعض كده، احنا كلنا بنكون الحمايه للمواطن، واي اجراءات بتفعلها رؤساء الشعب سواء الخضار والفاكهه او الدواجن او كلام من ده، بيبحث ايجاد اليات ان انت تفتح منافذ كتيره في اماكن مختلفه عشان تقرب الخدمه للمواطن، فبالتالي يبقى التاجر اللي بيغلي السعر او بيحجب السلعه هيضطر ان هو يتظبط مع السوق. صحيح صحيح.
تمام. وده برضو المنافذ الموجوده بتاعه القوات المسلحه ومنافذ الموجوده بتاعه الشرطه والمنافذ والجهود اللي بذلها السيد الدكتور علي مصالح وزير التموين في الفتره الماضيه ان السلع تتواجد بالقرب من المواطنين في منافذ عديده وخاصه السلع الاستراتيجيه، ده بلا شك ان هو بيؤدي الى مردود ايجابي ان السلع تبقى قريبه من المواطن وبيجبر التاجر الجشع ان هو يرجع لخواطر خلف. صحيح. انا معايا بقى الدكتور عبد العزيز السيد عايز يمس عليك برضو له استفسار من حضرتك. دكتور مساء الخير، ازي حضرتك يا فندم؟ اهلا بيك يا فندم. احنا عارفين ان احنا طبعا قعدنا مع حضرتك وانت حقيقي بتتعاون معانا تعاون ممتاز، واحنا بنسعى جاهدين مع بعض ان احنا اجهزه معنيه نستطيع ان احنا نحقق اللي احنا مش قادرين نحققه. ربما هو بيواجهنا شيء صغير سياده اللواء، ايه هو؟ ان احنا ما عندناش تسعيرة نقدر نحكم بيها. اكبر مشكلة، والكلام ده كنت قلت لحضرتك، ان احنا قلنا عايزين نعمل التسعيرة الاستشارية نعتبر ان هي تسعيرة جبرية او نحط هامش ربح، وقلنا الكلام ده عاوزين التسعيرة الاستشارية. يا فندم انا لما زرت سوق الجملة في العبور وسوق الجملة اكتوبر ولقيت الاسعار اقل من السعر بره، قلنا هنضع وبنضع دلوقتي السعر الاسترشادي لاسواق الجمله، يبقى قدام الناس. تمام يا فندم. على موقع الجهاز وفي المواقع المختلفه يبقى المواطن قدام بصره ايه السعر اللي موجود الاسترشادي اللي هو يسترشد بيه في الجمله، عشان لما ياخد من تاجر التجزئه يبقى ملم بطبيعه السوق وبالسعر. واحنا جاهزين ان شاء الله مع حضرتك هنجيب الورق اللي احنا وعدنا ساعتها بيه. احنا كلنا موجودين. تمام. انا وحضرتك. انا عارف يا فندم، وانت كنت في العيد موجود طول تطومه المواطن. تمام. طول ايام العيد انت كنت في السوق، احنا عارفين ده يا فندم والله. ده فرض علينا. تمام. واحنا بنأديها كرسالة وحريصين على ان احنا نأديها واحنا قانعين بيها، لان المواطن له واجب علينا ان احنا نأديه في كل وقت وفي كل حين. الاستاذ حاتم النجيب برضه عايز يمس على حضرتك يا سيادة اللواء برضه. سيادة اللواء مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. تحت ازي حضرتك؟ نحمد الله ان سيادتك تفضلت علينا وقلت ان انا زرت سوق العبور والاسواق المراقبة من الدولة كي تنقل الرساله للمجتمع المصري ان احنا لابد يكون في تعاون مستمر مع حضراتكم ومع الجهات ذات الصله، بحيث ان احنا نوجد اليه محترمه نوفر الشفافيه الحقيقيه للمواطن، بحيث ان كيلو الخضار يعرف ايه الجمله بتاعه كام، عشان خاطر يقول له انت مستغل انت بتحتكرني. احنا قلنا الكلام ده عده مرات، واحنا الحمد لله رب العالمين في التواصل مع حضرتك، وبنتمنى ان يكون التواصل ده ينتج عليه يعني نتاجه يعني يكون على ارض الواقع، عمل فعلا مشترك على ارض الواقع يحس به المواطن، لان الناس بتشتكي يا دكتور وده حق الناس، لان الناس تعبانه فعلا والاسعار بره فعلا غاليه. انا يسعدني التواصل مع اي شخص او اي كيان يهمه في النهايه مصلحه المواطن. اي تواصل او اي تنسيق في النهايه هيجيب هيوفر قدر من الحمايه وهيوفر قدر من التوعيه للمستهلك. احنا جاهزين وليل نهار بنعمل باذن الله بقناعه تامه، ودي رساله هنأديها مهما كلفنا ذلك لصالح الوطن. اشكرك يا سياده اللواء راضي رئيس جهاز حمايه المستهلك، الف شكر سياده اللواء. بص يا فندم استاذ عبد العزيز، الدكتور عبد العزيز هو الراجل بيتفق معاكم وقعدوا اجتماع وقال لك قعدنا هو قال حته مهمه جدا. قال لك ان انتوا الاسعار الاسترشاديه اللي انتوا بتتكلموا عليها احنا